السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة جديدة من سلسلة بامفلت في تدريب الصيدلي، وهنستعرض فيها حرف جي كاملا. هنتناول خلال الحلقة دي زي ما عودناكم دايما عن الدواء بتركيزه والمادة الفعالة ودواعي الاستعمال وهي الجرعة المناسبة والبدائل بنفس المادة الفعالة. ولو انت جديد في القناة ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة ومش يفوتك أي حاجة خالص. نيجي لأول دواء معانا النهاردة وهو الجلفاسميت. الجلفاسميت ده بيبقى بينزل منه تركيز 50 والمادة بتبقى فيه اسمها فيلدا جليبتين، وكمان بينزل منه تركيز 50 على 1000 و50 على 850 و50 على 500، ودي المادة الفعالة بتبقى فيلدا جليبتين ومحطوط عليها ميتفورمين. دواعي الاستعمال، ده دواء بيستخدم لعلاج مرضى السكر عشان هي ميتفورمين، ده حاجة انتيبيوتيك يعني، والجرعة بتبقى قرص يوميا وغالبا بتبقى تحت إشراف الطبيب الباطني طبعا لأن مش بيطلع قرصيه. نيجي للبديل بتاعته، من حيث ال 50 ملي جرام فبين البديل بتاعه حاجه اسمها جليبتاس 50، ومن حيث المركبات اللي هي 50 على 1000 و50 على 850 بيبقى بنفس التركيزات اللي هو ايه الجليبتاس. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الجاسترولوك. الجاسترولوك ده الماده الفعاله اللي فيه بينز بتركيز 40 اول حاجه، والماده الفعاله اللي فيه اسمها اومي برازول. دواء الاستعمال ده بيستخدم لعلاج البيبتيك ألسر، ده بيستخدم لعلاج قرحه المعده يعني، وبيشتغل كبروتون بامب انهبيتور. الجرعه بتاعته بتبقى قرص يوميا او على حسب اشاره الطبيب، وهي بتبقى في الغالب قرص في اليوم لان تركيز 40. نيجي للبدائل بتاعته، حاجه اسمها جازيك وحاجه اسمها جاسترازول، ويركز ان الاثنين دول تركيزهم 20 على عكسه اللي هو تركيزه 40. نيجي لتالت دواء معانا وهو الجينوفيل. الجينوفيل ده الماده الفعاله اللي فيه اسمها ميثايل سلفونايل ميثان، ومحطوط عليها جلوكوزامين وعليها كوندروتين. ودواعي الاستعمال ده بيستخدم لعلاج التهاب المفاصل والخشونه، وكمان بنستخدمه في التهاب في الام العظام. الجرعه بتاعته بتبقى قرص كل 8 ساعات يوميا وبتكون تحت اشراف طبيب العظام. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الجلوكوفانس. الجلوكوفانس ده بينزل منه 3 تركيزات، هو 2.5 على 500، 5 على 500، 5 على 1000، والماده الفعاله اللي فيه اسمها جليبين كلامايد ومحطوط عليها ميتفورمين. دواعي الاستعمال ده بيستخدم لعلاج مرض السكر اللي هو الدايبتيك، حاجه الجرعه بتاعته بتبقى قرص يوميا او على حسب ارشاد الطبيب الباطني اللي هو طبيب المعالج، والبدائل بتبقى اما جليميتس او جلوكان او جلايبوفين، بس ركز في التركيزات قبل ما تطلع اي بديل، ومش في الدواء ده عموما، مش في الدواء ده بس يعني، في اي دواء عموما. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الجينيرا. الجينيرا ده بيبقى الماده الفعاله اللي فيه اسمها ايثينايل استراديول ومحطوط عليها جيستوفدين. دواعي الاستعمال ده حاجه كونتراسبتيف بيلز، حاجه اراس لمنع الحمل. الجرعة بتاعته بتبقى نفس جرعة الفيموجيسال اللي احنا قلناه في الفيديو اللي فات اللي هو بحرف الاف، لان هو بدائل اصلا بنفس المادة الفعالة، لان لو رجعت الفيديو التاني هتلاقيهم شبه بعض. الجرعة بتاعته بتبقى قرص يوميا من اول يوم في الدورة الشهرية لمدة 21 يوم، وبعد كده بتوقف الدواء ده لمدة 7 ايام وتبتدي نفس الجرعة من 8 يوم وهكذا، يعني تقعد تكرر فيها وتوقف تكرر توقف تكرر توقف. والبدائل بتبقى ايه؟ جينو سيبت وحاجة اسمها جسترا نيل. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الجاستريك. الجاستريك ده بيبقى بتركيز 100 ملي جرام و200 ملي جرام. الماده الفعاله اللي فيه اسمها تراي ميبوتين، ودواعي الاستعمال ده بنستخدمه لعلاج التهاب القولون العصبي ريتبل باول سندروم، وحاجه كمان منظمه لحركه الامعاء. نيجي للجرعه بتاعته. الجرعه بتاعته بتبقى من 100 ملي جرام ل 200 ملي جرام كل 8 ساعات يوميا، وبيكون قبل الاكل. تمام، والتركيز طبعا بيختلف على حسب شده الحاله يعني. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الجاوتي فيت. الجاوتي فيت ده بيبقى تركيز 40 و 80 ملي جرام. الماده الفعاله اللي فيه اسمها فيبو كسوستات، ودي ماده مشهوره جدا لعلاج النقرس. دواء الاستعمال احنا قلنا لعلاج مرضى النقرس، وذكرنا الماده دي في حلقه النقرس لو عايز ترجع لها في سلسله الاوتو سي. والجرعه بتبقى قرص واحد يوميا، والتركيز بيكون على حسب شده الحاله. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الجلوكوفاج. الجلوكوفاج ده بينزل بتركيز 500 ملي جرام و 1000 ملي جرام، وبرده بينزل بتركيز 500 اكس ار و1000 اكس ار، ومعنى اكس ار انه بيتحلل في الجسم بشكل بطيء فبيدنه ايه فبيقعد وقت اطول، بمعنى ان احنا بنديه مره واحده بس في اليوم. والماده الفعاله اسمها ميتفورمين هيدروكلورايد، اللي هي ميتفورمين يعني، ودواعي الاستعمال حاجه انتيبيوتيك، حاجه لعلاج مرضى السكر، والجرعه بتبقى 500 ملي جرام مرتين في اليوم او 1000 ملي جرام مره واحده يوميا. والجرعه طبعا دي بتتحدد عن طريق الطبيب المعالج بس، يعني الطبيب الباطني لان دواء السكر، والبديل بتاعه حاجه اسمها جلوكو لايت. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الجابتين. الجابتين ده بينزل بتركيز 100 ملي جرام 300 ملي جرام 400 ملي جرام. الماده الفعاله اللي فيه اسمها جابا بانتين، ودواعي الاستعمال بيستخدم لعلاج الصرع، يعني بيستخدم لعلاج الالام الاعصاب الشديده او الناتجه من مرض السكر، وكمان بنستخدمه في علاج مرضى الحزام الناري اللي بيعمل ايه؟ لان بيعمل لهم التهاب في الاعصاب الطرفيه. الجرعه بتاعته بتبقى قرص كل 8 ساعات يوميا، وبتختلف من حاله لحاله على حسب الايه؟ المرض اللي عنده. والتركيز طبعا بيتحدد عن طريق الطبيب المعالج، لان الدواء ده بيتوصف عن طريق الدكتور بس، مش بيطلع اوتوسي اصلا.
والبدائل بتاعته حاجه اسمها جابي ماش، وحاجه اسمها جابا ليبسي، وحاجه اسمها جابا بنتين. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الجاستروبايتك. الجاستروبايتك ده بينزل بتركيز 200 و550 مللي جرام. الماده الفعاله اللي فيه اسمها ريفازيمين، ودواعي الاستعمال بيستخدم لعلاج حاجات كتيره جدا. اول حاجه بيستخدم لعلاج متلازمه القولون العصبي اللي بيحصل مع اسهال، وبيستخدم لعلاج الاسهال المصاحب للسفر اللي بتسببه ايه الايكولاي، وكمان بنستخدمه في علاج حالات الاحتلال الدماغي الكبدي اللي بينتج اللي هي الحاجه اللي بتنتج من زياده الامونيا في الدم يعني. واخر حاجه بيستخدم في علاج العدوى البكتيريه اللي هي الكوليستيرول ديفيسيل، تمام. والجرعه يعني كده كده الدكتور بيحددها، لكن برضه هقولها عشان تبقى ايه عارفها مش اكتر يعني، من باب المعرفه بالشيء. اول حاجه بنحس لو هتديه لمرضى القولون العصبي المصاحب لاسهال بتديهم 550 مللي جرام كل 8 ساعات لمده اسبوعين وبس. او بنحس بقى الاسهال المصاحب للسفر اللي هو بتسبب الاكولاي بياخد 200 مللي جرام كل 8 ساعات يوميا. ومن حيث الاعتلال الدماغي الكبدي بتديهم 550 مللي جرام كل 12 ساعه. فخلي بالك ان كل تركيز ليه استخدام وجرعه. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الجينكو بلوبا. الجينكو بلوبا ده الماده الفعاله اللي فيه جينكو بلوبا اكستراكت، دي الماده الفعاله. والدواء الاستعمال ده حاجه لتقويه الذاكره وبيزود القدره الجنسيه عند الرجال. والجرعه بتاعته بتبقى قرص مره واحده يوميا لقرص كل 12 ساعه يوميا، بتكون على حسب نشاط الطبيعي، ممكن تاخدها عادي، ممكن تصفها وتسيع عادي مفيش مشاكل. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الجاسترودومينا. الجاسترودومينا ده بينزل تركيز 20 مللي جرام و40 مللي جرام. الماده الفعاله اللي فيه اسمها فاموتيدين، ودواعي الاستعمال بنستخدمه في علاج البيبتيك ألسر في حالات قرحة المعدة. والجرعة بتبقى 20 مللي جرام كل 12 ساعة يوميا أو 40 مللي جرام مرة واحدة بس في اليوم. والبديل ليه بديل واحد اسمه جاسترو فام اللي هو في نفس الحرف يعني. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الجينكوستازين. الجينكوستازين ده المادة الفعالة فيه اسمها جينكو بلوبا، ومحطوط عليها جلوكوزامين. دواعي الاستعمال ده مضاد للخشونة والتهاب المفاصل والعظام. والجرعة بتاعته بتبقى قرص مرتين يوميا إلى قرص كل 8 ساعات يوميا على حسب شدة الحالة. ونيجي للدواء اللي بعديه وهو الجليماديل. الجليماديل ده بينزل بتركيز 1 مللي جرام، 2 مللي جرام، 3 مللي جرام، 4 مللي جرام. والمادة الفعالة اسمها جليمبرات. ودواعي الاستعمال بيستخدم لعلاج مرضى السكر عندك. والجرعة بتبقى قرص يوميا، والتركيز هو اللي بيحدده الدكتور المعالج والطبيب الوطني. والبدائل بتاعته حاجة اسمها جلاريل، حاجة اسمها جيدي ماديل، حاجة اسمها جيلي ماكس، حاجة اسمها جليماريل، حاجة اسمها جليميتويد، وجلوكوريل. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الجاناتون. الجاناتون ده بينزل بتركيز 50 مللي جرام. المادة الفعالة اسمها ايتو برايت، ودواء الاستعمال بيستخدم لعلاج ارتجاع المريء عن طريق انه بيزود حركة الأمعاء. والجرعة بتبقى قرص كل 8 ساعات يوميا قبل الأكل. نيجي للبدائل بتاعته، حاجة اسمها جانا موتيل، حاجة اسمها جارو برايت، وجاسترو ليف، وجينتو ليف. نيجي اللي بعديه وهو الجنسانا. الجنسانا ده بيبقى المادة الفعالة اسمها الجينسينج، ودواعي الاستعمال بيستخدم لعلاج فقدان التركيز وبرضه مقوي جنس الرجال زي الجينكو بلوبا كده. والجرعة بتبقى قرص مرة واحدة يوميا لقرص مرتين يوميا. والبدايل حاجة اسمها جينسينج، ده البديل بتاعه. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الجاسترو كير. الجاسترو كيور او جاسترو كيور اسف جاسترو كيور ده بينزل بتركيز 30 مللي جرام، والمادة الفعالة اسمها لانزو برازول. دواء الاستعمال ده بيستخدم لعلاج البيبتيك ألسر اللي هي قرحة المعدة، وبيشتغل كبروتون بامب انهبيتور نفس العيلة برضه. والجرعة بتبقى قرص مرة واحدة يوميا، وبتوصف عن طريق طبيب متخصص بس مش بيخرج أوتوسي خالص الدواء ده. ونيجي للدواء اللي بعديه وهو الجوتي ليس. الجوتي ليس ده المادة الفعالة كولشيسين محطوط عليها بروبينسيد. ودواء الاستعمال ده بيستخدم لعلاج النقص عشان الكولشيسين علاج مرضى النقص. والجرعة بتبقى قرص مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع، وبعد كده بتكمل قرص كل 12 ساعة يوميا. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الجينورين. الجينورين ده المادة الفعالة اسمها فلافوكسيد هيدروكلورايد. دواء الاستعمال بتستخدم لعلاج تقلصات عضلات الجهاز البولي، والجرعة بتبقى من قرص 3 مرات يوميا لقرص 4 مرات يوميا. نيجي لآخر دواء معانا النهاردة وهو بنختم بيه حرف الجي، وهو الجلايكودال. الجلايكودال ده المادة الفعالة كالسيوم كربونيت محطوط عليها دايميثيكون محطوط عليها جلايسين مركب يعني. ده بيستخدم لعلاج الانتفاخ والمغص والحموضه زي ما بنقول كده 3 في 1. والجرعه بتاعته بتبقى من قرص لقرصين كل 6 ساعات يوميا، او ممكن كمان تستخدمه عند اللزوم مش شرط يعني ايه تلتزم بالجرعه دي. وفي النهايه لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تدعمنا، وكمان ما تنساش تقول لنا رايك في الكومنتات تحت، وتشترك في قناه التليجرام عشان بينزل عليها البي دي اف بتاع كل حرف. وبرده ما تنساش تشترك في جروب الصيدليه في جيبك ستيب باي ستيب، عشان لو حبيت تسال الادمنز عن اي حاجه واقفه معاك او تستفسر عن حاجه معينه. والفيديو ده صنع بواسطه صيدليه احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.